الكوليكت معناتها جمع. جمع الاثاث المستعمل واعاده توزيعه على الفقراء والمساكين، هذا قاعدين ندرسوا فيه في اطار الجمعيه، يستوجب قدر ما معين من المال باش نجموا ندخلوا. احنا بدينا فيه لكن بخطى صغيره، ولكن عازمين بقدره الله انه المشروع هذا مش يكون، هذا هو التوجه نتاع الجمعيه، انه نحبوا نعمل كولكت نتاع الادباش اثاث مستعمل، نحاولوا نصلحوه ونعاودوا نعطيوه، خاطر ياسر حالات الناس تلقاها لا عندها لا غاز لا فريجيدير، وبعض المرات تلقى عائلات ميسورة الحال تلقى عنده في المخزن نتاعه ولا في الكاب ولا حاجه، تلقى ما عنده فريجيدير ولا غاز، يقول لك يا خويا يجي هزه. على فكرة، على ذكر الغاز، السيدة سالمة وقت اللي كان رجلها في غرفة الإنعاش في مستشفى لحبيب بورقيبة هوني في صفاقس، خلت الصغيرات ومشات، مشات لهي برجلها. وقت اللي رجعت مراحة أنها تلقى الوليد الصغير صبري حل الغاز وحده، وغازها كان في حالة يرثى لها كما كنتوا تشوفوا. كان وقت اللي حاول يشعل الغاز انفجر الغاز في يا وجهه الله، وخلف له حروق على مستوى الرأس، شوية على مستوى الوجه. تويكا قاعدة تحاول انها ترجعه بشوية بشوية عن طريق التدخلات الطبية، انه يرجع، معناها ترجع الجلدة بتاعه كما كانت. بالحق عائلة ظروف قاسية جدا جدا الحمد جدا، لله كما الحمد قلت لله. لكم كي وقت اللي كنت حاضرة أنا وزميلتي دالندا وزميلي طه، تفاجأنا وكانت صدمتنا كبيرة باللي شفناه. إن شاء الله يا ربي الحلقة الجاية نعطيكم عليهم أخبار تفرح، وإن شاء الله زاد العائق الجغرافي ما يكونش، ان شاء العمل الله الجغرافي ما يكونش ما عائق يكونش، لا خاصة للجمعيات. ما يكونش بقدرة الله. انا نوعدك اني سنتنقل عن عين المكان، وقادرين بالامكانيات اللي عندنا في الجمعية قادرين باش نوفروا لها اقل ما يمكن ان شاء الله بسلامة ربي، هذا وعد. إن شاء الله وعد إن شاء الله. هنا نحب فرصة ما دامني اتيحت لي في برنامج القلم، تفضل. كما قلت لك عندنا برنامجنا طموح جدا هو جمع الاثاث المستعمل، ربما نقترح على قناة القلم أنه تكون تساعدنا في الموضوع هذا، راهو قادرين باش نسعدوا كثير كثير من العائلات، ما نقولوش هنا في الرقاب ولا حتى هنا في وسط صفاقس، عندنا راهو مع حالات بعض مرات ما مأساوية مأساوية، وقادرين كجمعية أنه نوفروا هذوما. واكيد احنا اعلاميا حاضرين للتغطيه الاعلاميه وحاضرين باش نوصلوا اصوات الناس هذه، خاطر هذا واجبنا وهذا هي الغايه في الاخر من برنامج ويبقى الامل. شكرا لك سي محمد كلمة صغيرة علولو. قبل ما، تفضل. ثم نقطة أخرى، أني ندعو جميع بإيجاز. بيجر جميع الجمعيات اللي في تونس، الجمعيات الخيرية هذه، نحب نتوحدوا على كلمة أنه إنشاء بيت الزكاة. احنا اخيرا في المجلس التاسيسي وقع استدعاء جمعيات المجتمع المدني، واحنا كجمعيه نبع الخير ومعنا زاد حتى جمعيه التكافل، سعاد الاخت سعاد رويس اللي كنت معنا، اخونا بوخريس قشيم، في مع المجلس التاسيسي حاولنا انه ناكدوا على ضروره انشاء صندوق الزكاه وتفعيل منظومه الاوقاف. إن شاء الله. شكرا لك على حضورك بارك معنا الله اليوم. فيك. شكرا 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 لك. بارك الله فيك. إذا سيداتي سادتي، هكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ويبقى الأمل، لكن قبل ذلك ندائي لكل الجمعيات، لكل الجهات المختصة والمعنية بالأمر هذايا، ندائي لكل أفراد المجتمع المدني، رانا العائلة هذه وغيرها في حاجة أن نتكاتفوا مع بعضنا. سي عمر في حاجة أنه يسترجع البصر نتاعو باش ينجم يكفي عائلته، وأيضا في حاجة أنه الوليد والأم يخدموا على الأقل باش ينجموا يغطيوا المصاريف هذه الكل، ما غير تعاونكم. وخاصة السادة المسؤولين، حلوا الأبواب في وجوهنا، حلوا الأبواب في وجوهنا، خاطر كي تحلوها في وجوهنا تتحل إن شاء الله بالنسبة للناس هذوما، خاطر احنا اون فان كونت رانا نلوجوا على حل للناس هذوما. ويبقى الأمل موجود، بعد العتمة أكيد ثم نور، بعد الظلمة أكيد يأتي الفرج، وهذاك علاش احنا موجودين هوني في برنامج ويبقى الأمل. انتوما زادة إذا كان حابين تشاركوا، حابين تدخلوا الفرحة والبسمة لقلوب الناس هذوما، نعلمكم اللي تنجموا تتواصلوا معنا إما مباشرة عبر 74 621 607، أو عبر الرقم الخاص بالبرنامج 29 223 054، أو عبر البريد الإلكتروني ويبقى الأمل @القلم tv.an، أو عبر
صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج ويبقى الأمل بالعربية أو بالفرنسية. نشكركم على متابعتكم الليلة لبرنامجنا، ونشكر أيضا كل من اتصل بنا وكل من أنه أصر على أنه يقدم يد المساعدة هذه ورفض أنه ندليه باسمه ولا نصرحه باسمه ولا حتى يشارك معنا الليلة مباشرة. شكرا لكم الناس الكل، تصبحون على خير، تصبحون على أمل.